لاعبي المنتخب المغربي يتبرعون بالدم لمصابي زلزال المغرب. خطوة عظيمة جدا من لاعبي المنتخب المغربي. حد يقول لي ليه؟ طبيعي، يعني أمر طبيعي، مش محتاج تضخمه الحدث. لا، هو حدث ضخم. هقول لك ليه. لأن لاعيبة المنتخب المغربي بالنسبة لكتير جدا من المغاربة هم قدوة، بيحبوهم، فبالتالي لما يلاقوا لاعب المنتخب المغربي بيتبرعوا بالدم، أعتقد إن كتير جدا من المغاربة هينزلوا على طول يحذوا حذو لاعبي المنتخب المغربي في التبرع بالدم. ودي رسالتي يا جماعة، أتمنى من كل واحد ينزل دلوقتي، المصابين في حالة حرجة، عاوزين دم بشكل فوري. في أكتر من 1560 حالة حرجة، حرجة يعني لا قدر الله ممكن تنتهي في أي لحظة. فبالتالي أرجو من كل منطقة في مراكز تبرع بالدم المغاربة تنزل تتبرع بالدم، علشان ده ثوابه عند ربنا كبير جدا جدا جدا. لاعبي المنتخب المغربي كله بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة وليد الرجراجي توجهوا إلى أحد مراكز التبرع بالدم وتبرعوا بالدم طبعا، وكلنا شفنا الصور على مواقع السوشيال ميديا. زي ما قلت لكم قبل ما نختم، إن شاء الله مباراة المنتخب المغربي طبعا وليبيريا تم إلغاءها، ومباراة المغرب وبوركينا فاسو دول الخبر الحصري اللي معانا في مهددة بالإلغاء. المباراة الودية اللي هتتلعب يوم الثلاثاء المفروض يعني هتتلغى برضو تقديرا لشهداء ضحايا الزلزال.